ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. انا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. توقعات برج الاسد ليوم الجمعه 25 مارس اذار 2022. هتلحق النهاردة نفسك يا أسد، في اليوم ده هيكون آخر يوم ممكن تكون تستغله في الدعم اللي بيكون موجه ليك واللي بيديك أيضا للفلك خلال الشهر ده، فاستغله بشكل كويس. ده آخر يوم هتلاقي فيه الحظ بيسندك ويصفك. لازم تعمل كل حاجة ممكن تكون قادر انك تعملها النهاردة خلال اليوم ده بس، خاصة لو كنت بتستغل فترة الصباح والظهر النهاردة. الفترتين دول هيبقوا مناسبين والأفضل جدا جدا في الوقت ده، خاصة لو كنت حبيت انك تعمل تغيير فيهم. والمساء النهاردة ممكن تبدأ الكآبة تظهر والملل يظهر ويسيطروا عليك بشكل كبير، فخليك حذر اكتر. مزاجك النهاردة ممكن يبتدي يتغير بشكل كبير، خاصة لمواليد 23 ل 29 تموز يونيو. النهاردة هيبقى فيهم الكآبة بتسيطر عليهم بشكل كبير في المساء. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة اليوم ممتاز لو حبيت انك تبني افكار جديدة، وده هيفرح جانب كبير جدا من زملائك في الشغل النهاردة، وهيبقوا بيستفادوا من الافكار اللي هتظهر قدامك وهتشاركها معاهم بشكل كويس. ممكن تلاقي النهاردة مساعدة مالية منهم او حتى معنوية او حتى تسوية ادارية ما بينكم وبين بعض، هتبقوا مستفادين من بعض اكتر. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة بيبادلك حبيبك النهاردة أجمل الكلمات اللي انت بتستناها منه، وهيبقى في حب متبادل ما بينكم وفي مشاعر هتبقى فيها صدق كبير جدا جدا ليك. انت بدورك ده مش هتعرف تأثر في أي جانب من جوانب حياتكم النهاردة، خاصة جوانبكم العاطفية. بالنسبة لك صحيان النهاردة بيقال خالف تعرف النهاردة، انت بتعمل المثل ده وبتطبقه بشكل كبير جدا جدا، وهتخالف كل الحاجات اللي بتغريك علشان تستسلم للأكل الدسم اللي بيضر صحتك للأسف. حركة الكواكب اليوم، بيحدث القمر الربع الأخير في وقت مبكر النهاردة من اليوم، خاصة لما يشكل قمر الجدي النهاردة مربع لشمس برج الحمل. ممكن اننا يتعارض النهاردة احساسنا بمسؤولياتنا او حتى مسارنا الصحيح. الناصح النهاردة في خططنا الشخصية بشكل كبير. خلال الاسبوع اللي جاي قبل القمر الجديد مش هيكون اليوم ده مثالي لو حبينا اننا نبدأ مشروع، هيبقى مهم جدا. بدل من ده الوقت هيبقى مناسب لو حبينا ننهي اي تفاصيل النهاردة ونربط الاطراف السائبة مع بعض. ممكن ان نوجه طاقتنا النهاردة بشكل كبير ومواتي لكل المواجهات اللازمة للازمات اللي احنا بنمر بيها وللازمات الانتاجية. ممكن اننا نضغط النهاردة على انفسنا اكتر، هنكون مسؤولين ومهتمين اكتر بسبب قمر الجدي النهاردة، وهيكون الوقت ده بيضيف لينا مع مربع عطارد وأورانوس بشوية العناصر اللي ممكن تكون مش منتظمة في يومنا ده، ولا سامع اتصالاتنا وعملياتنا في التفكير والتوقعات. حتى ممكن نتسرع شوية في اننا نكمل حاجة او نشارك حاجة او نشارك فكرة ممكن نكون بنتوصل ليها، لكن بينتهي الموضوع باننا بننظف الاشياء اللي ممكن تكون نفل صبرنا منها. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.